صباح الخير عليكم أعزائي المشاهدين في كل بقاع الدنيا، وأحلى صباح على حضراتكم جميعاً. النهاردة في حلقة جديدة من حلقات برنامجكم عيون مصرية. الحقيقة عندنا حاجات كتير عايزين نتكلم فيها، ولكن إحنا هنبدأ النهاردة يعني بالتغطية على أهم ويعني الأخبار، وعندنا برضو بعض الاتصالات على صفحة البرنامج في بعض الشكاوى من بعض المواطنين، برضو إحنا إن شاء الله هنرد عليها. ولكن نبدأ بقى بالخبر المهم، ويمكن مش في مصر بس، يمكن في الشرق الأوسط، وهو يهم كل الوطن العربي، وهو الهجوم على قطاع غزة أو على فلسطين. وبعد ما حصل تهدئة ووقف يعني وتدخل المخابرات العامة المصرية، وقف وتدخل السلطات المصرية وعمل تهدئة ووقف الهجوم، النهاردة فجرا تم الهجوم مرة أخرى بغارات جوية على قطاع غزة في خان يونس وبعض المناطق الأخرى. الحقيقة الموضوع لما نيجي نبص له بشكل تحليلي، نتنياهو دخل وعمل تشكيل في الحكومة مرتين ويفشل، فمش عايز ان هو يقوم بعمل تشكيل للمرة الثالثة في نفس العام على التوالي، ولديه العديد والكثير من قضايا الفساد الذي يعلمها جيدا. لديه كثير جدا من قضايا الفساد، وعارف ان هو لو ترك هذا المكان وترك هذا المنصب سيتم وضعه في السجن باتهامه في العديد من قضايا الفساد المعروفة، وبالتالي هو يريد أن يقوم بعملية الحرق، أن يترك هذه الأماكن أو فلسطين ومناطق العربية المقدسة التي بها يعني بشتى الضمائر، بكل يعني ما أوتي من قوة، بأن يدمر وأن يحرق وأن يقتل. فهذه هي سياسة العدو الإسرائيلي أو الصهيوني. احنا طبعا بندين ونشجب نحن كمصريين ونحن كعرب كل هذه يعني الأحداث، ندين كل هذه الأحداث. والحقيقة أن مصر رمانة الميزان وبتتدخل دائما، وإحنا الكلام ده قلناه يمكن في أكتر من برنامج، مصر على قيادة الدول العربية وراعية لكل القضايا العربية التي تهم كل الشعوب العربية، وتدخلت في هذا الأمر وما زالت تتدخل لعمل تهدئة ووقف هذا النزيف وهذه الغارات الجوية على قطاع غزة. بعض المحللين أفادوا بأن الناشط أو القيادي البارز الذي تم اغتياله بهاء أبو العطا كان يستهدف ده من وجهة نظر إسرائيلية، أن هو كان يعني إحنا اغتلناه عشان هو كان بيستهدف بعض أو كان ناوي يقوم بعمليات استهداف لبعض المناطق أو المستوطنات الإسرائيلية، وبناء عليه تم اغتياله. فطبعا كان في رد فعل من يعني قطاع غزة أو سرايا القدس على ذلك، وبناء عليه قامت هذه الشن عدد كثير جدا من الصواريخ، وتم تدمير الكثير من البنية التحتية في قطاع غزة وبعض المناطق في فلسطين. وطبعا احنا بلدين ونشجب، ولا يكفينا الإدانة والشجب فقط، وإنما يجب علينا بأن نتفاعل مع القضية العربية الكبرى وهي قضية فلسطين. احنا النهاردة في كل الدول العربية الحقيقة أو كثير من الدول العربية بتعاني من حروب ويعني مشاكل وأحداث كبيرة جدا، فيجب على المسؤولين والمختصين والمختصين في جميع الدول العربية، ويعني احنا يعني يقوموا بمثل الأدوار التي تقوم بها مصر، ورعاية هذه القضايا الهامة وعمل مبادرات ومؤتمرات ل يعني توضيح الرأي العام، وأن احنا بنرفض كشعب وكدولة وكمؤسسات هذه الأحداث. ويعني ننتظر إن شاء الله بإذن الله أن تعود التهدئة مرة أخرى، ونحن كمصريين قلوبنا مع كل إخواننا في شعب فلسطين الشقيق. الموضوع الثاني النهاردة عايز أتكلم فيه، جانا على صفحة البرنامج العديد من الشكاوي والصور والفيديوهات لقرية تسمى قرية غمازة الكبرى. هذه القرية تتبع مركز الصف في محافظة الجيزة. الموضوع باختصار، ويعني بطلب من إعداد لينزلوا لنا الصور على الشاشة وينزلوا لنا الفيديو برضو عشان نتكلم على أرض الواقع.
الموضوع باختصار ان هذه القرية تعاني من وباء، وباء كامل زي ما حضراتكم شايفين على الشاشة دلوقتي. في ترعة مجاورة، الترعة دي ارتفاعها حوالي 50 متر عن سطح القرية. القرية دي فيها بيوت زي ما حضراتكم هتشوفوا دلوقتي، بيحصل رشح من الترعة او رشح بقى مياه جوفية، احنا لسه مش عارفين كبرنامج، احنا بنتابع الموضوع. المهم ان الرشح ده بيتسبب في زي ما حضراتكم هتشوفوا كده او شايفين دلوقتي على الشاشة، المية والرشح موجود ودخل البيوت، لدرجة ان المواطنين يعني بيعانوا الويلات، لا عارفين يروحوا شغلهم ولا الاطفال عارفة تروح المدارس، والموضوع يعني في غاية الاهمية. وكمان احنا هنشوف دلوقتي في فيديو، يا ريت تقرب لنا الفيديو دلوقتي، هتبص تلاقي المية داخلة البيوت، وده طبعا ممكن يتسبب في كارثه زي ما احنا شايفين دلوقتي على الصوره، المياه داخل البيوت ومحيطه بكل المنازل الموجوده بهذه القريه. ولذلك يعني احنا بنناشد كل المسؤولين والمختصين بوزاره الري للرد علينا من في هذا البرنامج عشان نقدر نشوف المشكله. طيب احنا معانا اتصال دلوقتي. الو 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 الري ولا معانا الحاج حسن الهبيل من قريه غمازه. اهلا وسهلا يا فندم. اهلا يا فندم، الله يخليك الله يكرمك. انا اولا بشكر البرنامج وبشكر المذيعين وبشكر كل من وقف بجوارنا، لان الناس اصابها جرب والله، والبيوت بدات تقع وتتساقط على الناس، ودلنا ثلاث شهور بنصرخ محدش عايز يسمع صوتنا. فين احنا من محافظ الجيزه، المحافظ بتاعنا اللي احنا مسؤولين تحت رعايته، اللي احنا تحت ولايته؟ نعم. فين بتوع الري من عندي ترعه الحاجر الكيلو 16؟ الجسور بقت عباره عن مصفى، المسام اتفتحت وبدات، انا عندي مياه جوفيه بنسبه 10% وال 90% جالي من ترعه الحاجر جنبي على بعد امتار مني. تمام. يعني انا بطالب بسرعه تاهيل على الاقل كيلو ونص في الترعه عشان القريه. ده في كارثه يا جدعان، كارثه. امال لو في زلزال جالنا هنعمل ايه؟ احنا لو جالنا زلزال دلوقتي زي الزلزال اللي قبل كده هنعمل ايه؟ ما فيش صندوق كوارث، ما فيش صندوق محافظه، ما فيش حد يغيث الناس الغلابه، الناس اصيبت بجرب، الناس اتربت، العيال اتعيت، الدنيا بقت شاب العمود طبعا كهربا. احنا شايفين ده يا حسن، شايفين يعني حتى القمامه في الميه موجوده حوالين المنازل، حاجه يعني مسيئه جدا وحاجه مهينه جدا، واحنا بنشجب ده طبعا ومهين ده. انت شفت السكه الناس عاملاها ازاي؟ الناس لما الطينه ولمها على بعضها عامله سكه تمشي منها، لما واحد عندها 60 سنه تترمي في قلب الطينه، واحد عنده 50 سنه يقع في قلب الطينه، تبقى شكل الناس ايه؟ لا طبعا. يا ريت الاعداد ينزل لنا الصور دي اللي هو المبعوثه لنا دي، الصور اللي هي الموجوده الثانيه. ده انا صرخت لجميع الجهات، جميع الجهات، وانا جالي عبد اللطيف بيه رئيس قطاع الري، جالي مدحت بيه حنا وزير وكيل وزاره ري الجيزه والقاهره، جالي كل المسؤولين، بس ما حدش بيحل، كل الحل مكتبي، والردود مش غير مرضيه، غير مرضيه بالمره، الردود مكتبيه، ما انا ما عنديش ردود. طب ثواني يا حاج حسن، احنا معانا الرد دلوقتي اللي يعني الموجود اهوت، الرد اللي مبعوث من وزاره الري او من قطاع الري. مكتبي يا بيه، الرد ده رد مكتبي، الرد ده رد مكتبي. وزاره الري مدججه بالخبراء، اكثر وزاره تحمل كم من الخبراء لا باس به دولة الوزارات كلها. نعم. الرد ده رد مكتبي، ما غير مطابق، ده بالعين المجرده، نائب رئيس مجلس المدينه واقف وبالعين المجرده ومنزله مطوره على الناس. حاج حسن انا بس هشرح بس الرد اللي موجود في الخطاب، يا ريت الاعداد لو يعمل لنا زوم على الخطاب. الموضوع ان الناس اشتكت واشتكوا لمجلس المدينه، مجلس المدينه بعت خطاب لوزاره الري بيشرح فيه الموضوع، وزاره الري ردت بتقول يعني ان الموضوع ده هو بسبب الترعه المجاوره للقريه، وان ارتفاع الترعه حوالي 50 متر. يا باشا مش من الترعه دي، مش من ترعه ال 50 كيلو، انا بيني وبين الترعه ال 50 كيلو وترعه حجر تاني الملاصقه بالقريه مره بوسط القريه. تمام. فيها جسور متاكله، جسور منهاره. تمام. الجسور رمليه ومصفى، عامله زي مصفه الميه، زي المنخل بالظبط. تمام. ده انا عندي ارتفاع ميه حوالين بيوت 40 سم و50 سم، ده ما ينفعش. فين الناس؟ فين الحكومه؟ فين المؤسسات اللي بيتكلموا عليها؟ فين مؤسسات البلد؟ فين ناس بتموت؟ 10,000 مواطن بيموتوا محدش بيعبرهم. تمام يا حاج حسن. ده وضع الميه، ده سكه، دي اللي جنب الميه دي سكه، الناس بتمشي عليها بعرض 20 سم، لما واحد يكون واحد عنده اصيب او جاله مرض او جاله حاجه وعايز تنقذه، تنقذه ازاي؟ حريقه تنقذها ازاي؟ مصيبه تنقذها ازاي؟ هو طبعا احنا شايفين حاج حسن، ده نائب رئيس مجلس المدينه اللي واقف ده. ده نائب رئيس مجلس المدينه اللي واقف ده. ايوه انا علمت تماما ان جالك المهندس عبد اللطيف مدير قطاع الري، وجالك رئيس مجلس المدينه،
فدي بدايه اهتمام من الناس المسؤولين يا حاج حسن. يعني احنا دورنا النهارده ان احنا نتواصل مع المسؤولين ونشوف ردهم على هذه المشكله، لان طبعا احنا ما نرضاش بهذا المنظر، المنظر مسيء جدا. احنا النهارده يا حاج حسن احنا في دوله النهارده بنحارب الوباء وبنحارب التلوث وبنحارب يعني العشوائيات، وبنحاول ان احنا يكون عندنا تطوير للعشوائيات، وفخامه الرئيس عبد الفتاح السيسي بيناهض بكل ما اوتي من قوه بكل مؤسسات الدوله للقضاء على مثل هذه المشاكل وهذه المناطق. يعني ازاي يعني الموضوع بس ما انا اعتقد يا حاج حسن الموضوع يعني ما يقفش بس على وزاره الري ولا وزاره الزراعه، لا كمان عندنا وزاره الصحه ووزاره البيئه، لازم يكون في تحرك. يعني بصراحه منظر سيء جدا. البيئه عندي في الصف بيئه مكتبيه، ما عنديش بيئه في الصف نهائي، الصف ميت بيئيا، ما عنديش موظف بيئه بيكلف خاطره ويقوم يشوف. الصحه يا دوبك جات لي امبارح وقالت لي اجي ارش لك لما لقيت الطحالب والديدان طالعه على البيوت. يعني تفاعلت وزاره الصحه ان هم هيكافحوا هذه الطحالب وهذه الحشرات عشان يعني الامراض يقوموا بدورهم. يعني جم خدوا عينه وشافوا هيجايين يوم الحد يرش. نعم. طب البيوت لو وقعت على الناس يبقى دخلنا في كارثه ثانيه. تمام. دخلنا في كارثه الايواء. انا النهارده بقول انا دوله بتقدم وانا شايف نفسي بتقهقر، انا المواطن المنتج الفعلي بتقهقر لورا. فين بقى التقدم اللي انا التقدم على عين اي واحد على الكاميرا؟ ادي التقدم بتاعي. لا احنا طبعا يا حاج حسن احنا دور الاعلام ان احنا ما بنسكتش، يعني بنشوف حاجه زي كده طالما ان المعلومه جات لنا وتاكدنا من المصداقيه فيها وبالماتيريال الموجوده احنا بنناشد كل المسؤولين، مش هنقول بس وزاره الزراعه هي المسؤوله لوحدها عن هذه المناظر المؤسفه، مش هنقول وزاره الزراعه فقط، لا عندنا وزاره الصحه، عندنا وزاره البيئه، عندنا يعني هيئه المجتمعات، عندنا كل مؤسسات الدولة مسؤولة عن هذه المناظر المسيئة والمضرة للمواطن المصري ومضرة بصحة المواطن المصري اللي وصت عليها الدولة وبشكل كبير جدا. يعني طيب احنا بنشكرك يا حاج حسن على هذا، يعني على هذه المداخلة، ويعني ريت الاعداد يحاول يتواصلنا مع وزارة الري او قطاع الري بالوزارة يجيبوا لنا بس حد يرد على هذه المشكلة. طبعا اعزائي المشاهدين لحد ما يجينا يعني حد يرد علينا من وزاره الري نشوف المشكله دي فين، وبعد كده هنشوف برضو حد من وزاره الصحه او البيئه. واحنا عارفين ان بالرغم ان الحاج حسن بيقول يعني ان الناس في البيئه في هذه المناطق يعتبر مثلا بيأدوا دور مكتبي فقط، لا احنا بنقول لك ان معالي الوزيره دكتوره ياسمين فؤاد على راس هذه الوزاره بتهتم بكل هذه المشاكل البيئيه، وانا من مكاني هنا هحاول اوصل الموضوع لوزاره البيئه ووزاره الصحه. مش هن يعني اي مشكله تضر صحه اي مواطن مصري احنا مش هنسكت عليها. فاحنا الاعداد بس يحاول يجيب لنا حد من وزاره الري عشان نرد على الخطاب الموجه من وزاره الري لمجلس المدينه بهذا الموضوع ونشوف وجهه نظرهم في حل هذه المشكله. وطبعا موضوع العشوائيات وموضوع يعني انا بصراحه قريت الجواب، يعني وضعي مش الجواب بيقول ان الموضوع مش من لا يتعلق بوزاره الري، الموضوع كله ان هو المزارعين في هذه المناطق بيقوموا بعمليه الري بالغمر، وده اللي بيؤدي الى عمليه وجود ارتشاح في هذه المناطق، واحنا على مجلس المدينه ان هو يقوم بمخاطبه وزارة الزراعة في هذا الأمر علشان يقدروا يفرضوا على المزارعين ان هم يقوموا بعمليات الري عن طريق التنقيط وليس عن طريق الغمر. وطبعا الموضوع ده مستبعد جدا جدا جدا، كل مناطق وكل أراضي الدلتا ما فيش حد بيروي بالتنقيط، الكلام ده بيحصل في الصحراء، بيحصل مع المستثمرين الكبار، الناس رجال الأعمال اللي بياخدوا أراضي صحراوية بعشرات الأفدنة، الناس دي اللي بتقول، لأن موضوع الري بالتنقيط ده مكلف جدا، ده ما بيحصلش في كل الاراضي الخاصه بالدلتا. احنا معانا طيب احنا معانا دلوقتي المهندس عبد اللطيف خالد مدير قطاع الري بوزاره الري، اهلا وسهلا بحضرتك يا فندم. اهلا بيك يا استاذ عبد الباقي واهلا بالساده المشاهدين. طبعا حضرتك دلوقتي قريه غمازه الكبرى بتعاني من مشكله بيئيه ومشكله صحيه ومشكله كبيره جدا، المنظر
مؤسف جدا يا باشمهندس عبد اللطيف، وانا علمت ان حضرتك توجهت وعينت بنفسك المكان، فعايزين نشرح للساده المشاهدين الموضوع ايه بالظبط. انت حضرتك رحت وعينت بنفسك وشفت الموضوع، عايزين نعرف المشكله وابعادها وطرق ومقترحات الحلول من وزاره الري، ومن المسؤول عن ذلك؟ ماشي يا فندم. دلوقتي انا بالفعل رحت المكان وعينته، والحقيقه هذا الموضوع معمول دراسه له اصلا من سنين طويله. المنطقه بالكامل لما اتعملت ثلاث الصف الجديده والقديمه، اعلى منسوبها اعلى من المنطقه دي ب 50 متر. وكان ومفروض ان في 6 مصارف قاطعه، وجاري اجراءات تنفيذ هذه المصارف بالفعل ما بين هيئه الصرف وهيئه التعمير، على حساب طبعا هيئه التعمير، ما بين هيئه الصرف وهيئه التعمير، وتم اخذ موافقه القوات المسلحه في بعض المواقع، والاجراءات دي شغاله، وانه الحل الجذري، انا طبعا ليا خبرتي في هذا الامر، يعني الحل الجذري لهذا الموضوع انه المصارف دي تتعمل والناس تروي بالري حديث. انا سامع يا باشمهندس عبد اللطيف، يا باشمهندس عبد اللطيف، استاذنك بقى، استاذن عليك بس، موضوع الري الحديث ده انا يعني انا اعرف مناطق الجيزه بكل المراكز بتاعتها، الجيزه واطفيح والعياط وكل هذه المناطق اعلمها جيدا، وعارف ان ما فيش ري بالتنقيط في المناطق دي الا بقى المناطق اللي هي في على الظهير الصحراوي وطريق الكريمات والكلام ده، ممكن نلاقي الكلام ده، لكن يعني المناطق دي انا اعلم ان ما فيهاش. الموضوع ده مكلف جدا، وبعدين المساحات الزراعيه اللي يعني بيمتلكها المزارعين هناك بتبقى مساحات قليله، فالموضوع الري بالتنقيط ده هيبقى مكلف جدا. اديني فرصة بعد اذن حضرتك اشرح الموضوع بكامله، عشان انت حضرتك طلبت مداخلتي، يعني ايه اقول رايي الفني كاملا بعد اذن حضرتك. اتفضل يا فندم. الري الحديث ما هوش ري بالتنقيط بس، الري الحديث ري بالرش او ري بالتنقيط. الري الحديث اولا المنطقة دي كلها ارض رملية، يعني لابد انه في يوم من الايام سواء في رش او ما فيش رش يتعمل ري حديث. دي حاجة عشان ايه توفير المية، دي نقطة. نقطة تانية، الري الحديث مش غير مكلف على الاطلاق، الري الحديث بيجيب التكلفه بتاعته، لو قلنا الفدان بيكلف 7-8 آلاف جنيه، بيجيبهم زياده في الانتاجيه خلال سنه واحده، واخد بال حضرتك؟ يعني الري الحديث له مميزات كبيره جدا. اللي انا انت حضرتك بتقول انه ارض دلتا بالكامل وكلها بتروي ري غمر، ما فيش ري حديث. بالفعل بدا في مساحات كثيره جدا، ولو ان ده مش موضوعنا دلوقتي، تتعمل ري حديث في الاراضي السمراء اللي هي في الدلتا والوادي، واثبتت نجاحها واثبتت وجابت العائد اضعاف ما يصرف على الري الحديث. وهيجي يوم نظرا لمحدوده الموارد المائيه انه كله يروي ري حديث ما عدا المنطقه الشماليه خالص اللي هي قريبه من البحر، ديت هي اللي تستمر تروي ري غمر عشان ايه؟ لاسباب فنيه اخرى يعني. لكن الري الحديث لابد ان ينتشر وينتشر بشده، لانه ده مشروع قومي على فكره. المقصود يا باشمهندس عبد اللطيف، انا متفاهم طبعا وجهه نظر حضرتك جدا، انا متفاهم، وحضرتك بتتكلم في التطوير وان احنا نوفر نقطه الميه، ودي حاجه المفروض ان احنا كلنا نسعى ليها ونسعى للتطوير فيها، ولكن انا بتكلم في نقطه، ان انا دلوقتي انا عندي مواطنين عندهم مشكله في الوقت الحالي، بيعانوا من المشكله، ممكن البيوت دي تقع عليهم، ممكن يتعطلوا عن شغلهم، ممكن يجي لهم امراض من الاوبئه والطحالب والحاجات اللي موجوده، لابد ان يكون هناك حل فوري، مش هننتظر لما المزارعين يبداوا يعملوا عمليه الري الحديث ويبداوا يطوروا من نفسهم، احنا بنتكلم في حل المشكله، الناس دي تعمل ايه دلوقتي؟ الناس دي نمنع الموضوع ده او نحل المشكله دي ازاي؟ الناس دي الفتره اللي فاتت احنا الحقيقه برضو ادينا ميه، ريحنا الناس شويتين في الميه، فانا اديت تعليمات لما نزلت عملت عين، اديت تعليمات مشدده انه لازم يتطبق ادوار عماله وبطاله، وبعدين نراقب العمليه في خلال الفتره دي هنشوف، وفي نفس الوقت اذا مطلوب اعمال تاهيل نتيجه المراقبه الوضع ده، اعمال تاهيل لثلاث حاجر، احنا مش هنتاخر في اعمال التاهيل. لكن برضه بالمناسبه دي انا بناشد برضو اهالينا في المنطقه، لان انا لما مريت لقيت الترعه فيها زباله لا مؤاخذه، والقمامه كلها مرميه في الترعه والكلام ده كده، اتمنى ان الناس ايه سلوكها يتغير في الاول وفي الاخر، لانه كل هذه الامور يعني مش عايز اقول ان ايه جزء من مساهمتنا احنا كمواطنين في هذا الامر. لكن الحل الجذري لهذه المنطقه
يعني ببساطه شديده الاراضي الزراعيه والبيوت اوطى من الترعه. طبيعي لازم يحصل رشح، خاصه ان التربه رمليه، التربه رمليه بالفعل يا جماعه، وهو ده السبب الرئيسي. يعني اذا حكمنا في الرشح او اخرناه، لكن مع الوقت اذا ما تمش تنفيذ المصارف القاطعه وتغيير الري برضه، لو اتحلت حل جزئي، لكن الحل الجذري في اللي انا بقوله لازم الحل يتم على كل المستويات، مش على مستوى، مش تسكين. احنا بالنسبه لنا الثلاث الحاجر احنا هنديها ادوار عماله وبطاله، وان شاء الله لو في محتاجه بعد مراقبه قليله، ان لو محتاجه اعمال تاهيل هننزل لها اعمال تاهيل، ما فيش مشكله بالنسبه لقطاع الري، لكن الموضوع اكبر من هذا الموضوع. ده وجهه نظري، ويمكن احنا عرجنا الى موضوع الري الحديث لانه الري الحديث فعلا بيجيب العائد بتاعه في خلال سنه واحده من زياده الانتاجيه اللي بتتزرع، وانا ده من خلال تجارب واقعيه على ارض الواقع يعني، وتحت امر المواطنين، وان شاء الله ما يعني من جانب قطاع الري هنحل الموضوع اللي يخصنا. احنا طبعا بنشكر حضرتك يا باشمهندس عبد اللطيف، ولكن برضو يعني ادينا وعد على موضوع اعاده التاهيل لموضوع الترع اللي بتتسبب في هذا الموضوع اللي حضرتك رحت عينتها بنفسك، فادينا وعد ان الموضوع ده ما ياخدش وقت كتير برضو، عشان زي ما احنا عارفين، انا عارف ان لكم دور كبير جدا في هذا الموضوع، ان كنتوا بتساعدوا المواطنين وكل حاجه، ولكن برضو يبقى في سرعه في اتخاذ القرار او سرعه في اعاده تاهيل الترعه المسببه لهذه او مسببه الجزء من عمليه الرشح الموجود في المنطقه. ان شاء الله في اقرب وقت، واحنا بالفعل بدانا الدراسه، يعني احنا في مرحله الدراسه للتنفيذ، ما فيش اي مشاكل عندنا خالص، ولكن زي ما قلت واكرر تاني ان الحل اكبر من كده، اكبر من كده بكتير. موضوع المصارف والري بتاعي يعني ما يخص قطاع الري وهو التاهيل هنعمله ان شاء الله في اقرب وقت، واذا كان الناس متصوره ان هو ده اللي هيحل المشكله، انا باكد ان ده مش هيحل المشكله حل جذري. اللي هو ايه يا باشمهندس عبد اللطيف؟ ان انا اعمل تاهيل لترعه الحاجر في بعض المواقع، ان انا اعمل حوائط سنده، تبطين، حاجات زي كده، ده مش هيحل المشكله حل جذري. ومع ذلك هنعمله. احنا طبعا احنا يعني بنشكر حضرتك على مداخلتك يا باشمهندس عبد اللطيف، وان شاء الله يعني ننتظر منك المزيد والمزيد في خدمه المواطنين بقطاع الري. بنشكر حضرتك على مداخلتك معانا، وان شاء الله احنا متابعين المشكله ان شاء الله باذن الله مع الساده المواطنين قريه غمازه الكبرى بمركز الصف، ان شاء الله نتابع معاهم لحد حل هذه المشكله، وان شاء الله نوصل صوتهم كمان لوزاره البيئه ووزاره الصحه كمان برضو يشوفوا المشكله هناك وعينوا بنفسهم. نشكر حضرتك يا باشمهندس عبد اللطيف على مداخلتك معانا، والحقيقه اعزائي المشاهدين احنا بنحترم كل مسؤول في هذه البلد بيقدر ويحترم المواطن، ولما بنتصل بيه كفريق اعداد او كبرامج تلفزيونيه ونقول له والله احنا عندنا مشكله او كذا، ومطلوب ان في يكون في رد ويكون في تجاوب، فده حقيقه منتهى الايجابيه. فاحنا بنشكر الباشمهندس عبد اللطيف خالد مدير قطاع الري بوزاره الري، بنشكر حضرتك على المداخله. وزي ما قلنا اعزائي المشاهدين، الموضوع باختصار احنا مش في صدد ان احنا نقابل كوارث بيئيه تاني، او نقابل يعني حدوث يعني حوادث منازل زي دي كده ممكن تقع على المواطنين، المواطنين يعني مش عارفين يروح شغلهم، في عمليه تلوث. يمكن المهندس عبد اللطيف اشار لحاجه مهمه جدا، قال لك برضو احنا بنناشد سلوك المواطن في مصر او في بعض هذه او في تلك المناطق، لان في بعض المناطق بيلتمسوا او بيقوموا بعمل او بيسلكوا سلوك سلبي شويه بالقاء هذه المخلفات في هذه المناطق، وبالتالي هو بيعود بالضرر على كل المواطنين. فاحنا ده سلوك يعني سلبي جدا، احنا بنرفضه تماما، وبنناشد كل المواطنين في كل انحاء وقرى ونجوع وربوع مصر بحافظوا على بلدكم، حافظوا على نظافة بلدكم، حافظ على نظافة قريتك، حافظ على نظافة منزلك، حافظ على نظافة الشارع اللي انت بتمشي فيه، لانك انت لما بتحافظ على نظافة هذه المناطق انت بتحافظ على صحتك وعلى صحة اولادك. احنا هنطلع فاصل ونرجع تاني مع حضراتكم، وفقرة ان شاء الله نتكلم فيها مع بعض، مش هنقول بقى مواهب، من بعض الناس المتفوقين علميا، حابين ان احنا نديهم يعني تشجيع وتحفيز من خلال برنامجنا.
نطلع فاصل ونرجع لحضراتكم تاني، فانتظرونا. كل شعب مصر يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد. تحيا تحيا مصر، مصر بلادي وفؤادي، يا أغلى الأوطان انت حبي وشيء عادي، عيلك ما كل أنا. مصر بلادي وفؤادي، مصر مدت ايديها لزعيمها ورمزها، مصر مدت ايديها لزعيمها ورمزها، رجع لينا الامل وعاد لينا الامان، رجع لينا الامل وعاد لينا الامان. مصر مدت ايديها لزعيمها ورمزها، مصر مدت ايديها لزعيمها ورمزها، رجع لينا الامل وعاد لينا الامان، رجع لينا الامل وعاد لينا الامان. ونقول بصوت واحد تحيا تحيا مصر، مصر بلادي وفؤادي، وهي اغلى الاوطان انت حبي وشيء عادي، عيلك ما كل انا. مصر بلادي وفؤادي، يا مصر يا ام التاريخ والعز عنوانك، يا ام الهرم والنيل يا رفع اعلامك. يا مصر يا ام التاريخ والعز عنوانك، يا ام الهرم والنيل يا رفع اعلامك. تعيش لينا يا مصر منصورة بولادك، وتعوض اللي منك راح وتعيد أمجادك. تعيش لينا يا مصر منصورة بولادك، وتعوض اللي منك راح وتعيد أمجادك. مين لينا غيرك، مين يا مصر من غيرك، في القلب شايلانا في العين شايلينك. مين غيرك، مين يا مصر من غيرك، في القلب شايلانا في العين شايلينك. وكلنا يا مصر في درملة من طينك، نرفع راياتك واسمك نهتف نغنيلك. وكلنا يا مصر في درملة من طينك، نرفع راياتك واسمك نهتف نغنيلك. وتعيش لينا يا مصر، وتعيش لينا يا مصر، وتعيش لينا يا مصر، وتعيش لينا يا مصر. أيدا أناديلك مصر، مصر مصر يا فرحتك يا مصر، مصر 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 يا فرحتك يا مصر. وكل شعب مصر يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد، يهتف بصوت واحد. ورجعنا لكم تاني على ده المشاهدين، ومعانا ضيوفنا الكرام. معانا الأستاذ محمد الجوهري، والد الطالبة مريم، ومدير عام بجريدة الوفد، أو مدير عام الإعلانات بجريدة. أهلا وسهلا بحضرتك يا فندم، منورنا النهارده يا أستاذ محمد. ومعانا الطالبة مريم محمد الجوهري، أهلا وسهلا يا مريم، منوره برنامج عيون مصريه. شكرا. طبعا اعزائي المشاهدين، احنا بنتكلم في ان برنامج عيون مصريه مش بيتبنى بس المواهب، وبيتبنى في الغنى وفي التمثيل وفي القران وفي الانشاد والكلام ده بس، لا احنا كمان عندنا التحفيز لما بنعرف انه في حد متفوق علميا او رياضيا، دراسيا، ثقافيا، تكنولوجيا،
متفوق في أي من هذه المجالات اللي من شأنها بترفع وبتخلي إنه بيكون في شاب أو إنسان مصري مبدع، وبالتالي الإبداع دوت بيأثر عليه بالإيجاب وعلى أسرته وعلى مجتمعه وعلى البيئة اللي هو عايش فيها وكمان على بلده. فإحنا وجود مريم النهاردة معانا كنوع من أنواع التحفيز. مريم من المتفوقين جدا في دراسيا، واخده مراكز عاليه جدا في نتائج الاعداديه، هي في الصف الاول الثانوي واخده رقم عالي جدا على مستوى الجمهوريه ومستوى المحافظه. احنا بنقول لك يا مريم مبروك هذه تحقيق هذه المراكز يعني، وان شاء الله تملك التوفيق بقى في الثانويه ان شاء الله. اخبار الثانويه العامه ايه؟ نظام يعني مختلف بس شويه عن ثالثه اعدادي طبعا، وكمان بالنظام الجديد فاحسن يعني. عايز اقول حاجه بقى، مين السبب في الاسره، الاب ولا الام، في تشجيعك على انك انت تذاكري ساعات اكتر وانك انت تحققي نمر اعلى والكلام ده؟ بصراحه ومش عشان بابا موجود معانا يبقى في، قولي الحقيقه. لا هما هما الاثنين يعني، في جزء من هنا وجزء من بابا وجزء من ماما، يعني بيبقى مشترك مش حد واحد. طب بتحددي لنفسك مثلا وقت معين عشان تقدري تذاكري؟ لان احنا بنتكلم في الموضوع ده ليه يا مريم؟ انت كنت في مرحله الاعداديه الوقت في الثانويه، هتخشي جامعه، فنظام المذاكره من طالب لاخر او من طالبه لاخرى بجد لما بيعمل جدول يقول انا هذاكر مثلا ساعه في اليوم، هذاكر ساعه في الاسبوع، هذاكر تحديد الوقت اللي هو بيذاكر فيه وعمل سيستم وعمل نظام، اعتقد ان هو ده بيشجعه. انت شايفه ايه؟ لا فعلا بيشجع، بيخليني ببقى في الوقت ده خلاص انا منظمه ان انا اعمل حاجه زي دي، فبيبقى ده هو الوقت فعلا اللي لازم اذاكر فيه او مثلا ده هنام فيه وكده، فبيبقى لازم يبقى في جدول. استاذ محمد احنا طبعا بنرحب بيك في برنامجنا النهارده، واحنا كان نفسنا بقى ان شاء الله المره الجايه يبقى معانا فقره نتكلم فيها عن الصحافه والاخبار وخصوصا يعني الاحداث الجاريه في كل الدول العربيه، ولكن النهارده وجود حضرتك معانا يعني بصحبه مريم دي حاجه مشرفه جدا. قول لنا يا استاذ محمد، يعني طبعا اي ولي امر النهارده بيبقى سعيد جدا بتفوق اولاده في الدراسه، ولكن ايه الحاجه الاساسيه اللي دايما او النصيحه اللي دايما بتديها لمريم عشان تقدر تواصل وتحافظ على المستوى في تحقيق التفوق؟ هي اول حاجه الواحد بيهتم بيها تنظيم الوقت. نعم. تنظيم الوقت هو العامل الأساسي في أن الطالب يتفوق، لأن تعرف أن في مدرسة في دروس في مذاكرة. نعم. الدروس في طلبة كتير جدا بتاخد الدروس، بس مش كل كتير جدا يا أستاذ محمد، ده في طلبة بتروحش المدرسة أصلا. أيوة ما فيش مدرسة ففي دروس، الدروس دي ممكن تاخد من وقت الطالب كتير جدا وما يلحقش يذاكر، وهو بيفتكر أن مجرد أنه خد الدرس خلاص كده فهم وذاكر وخلاص. لا، المذاكره اهم من الدرس، لو ما ذاكرش كويس بعد الدرس مش ممكن هيتفوق. دي نمره واحد. نمره اتنين، البيت عليه عامل مهم جدا. الام هي اللي بتبقى موجوده في البيت طول النهار، الوالد طبعا في الشغل، فهي اللي بقى عليها العامل الاساسي، هي دي اللي بتنظم الوقت، تقعد معاها وتذاكر لها وتتابع معاها تسمع لها. الام هي السبب في انها جابت 99 وزياده. بصراحه دي شهاده انا اثق فيها تماما، ويمكن في احد البرامج كنا بنتكلم عن المراه ودور المراه وان هي المراه كل المجتمع ومش نص المجتمع بس، بصراحه يعني عليها عامل كبير جدا، واحنا كرجال يعني بنرمي كل اعباء الحياه وخاصه في تربيه الابناء والاهتمام بدراستهم ودروسهم على الام، فدي شهاده. الواحد طول النهار في الشغل، هو العامل الاساسي بتاعنا الفلوس، احنا بندفع الفلوس للدروس وخلاص. نحن علينا الكسب والانفاق وهم علوم التربيه. لكن الاهم اللي قاعد معاها هو اللي عليه العامل الاساسي، هو اللي بيذاكر لها، بيتابع معاها ذاكرت ولا لا. اصل المشكله في الطلبه دلوقتي بيبقى مذاكر وفاهم انه مذاكر وداخل الامتحان يخرج يقول لك انا حليت الاسئله كلها، لكن في نقطه مهمه ان السؤال مثلا اجابته اربع نقط، هو ممكن يجاوب نقطتين ممكن يجاوب ثلاثة، ما يعرفش انه هينقص، لكن طالما جاوب الاربع نقط يبقى هو ده اللي مذاكر صح، ودي لازم الطلبة كلهم ياخدوا بالهم منها. صح. ان بيحصل بيخش يدخل الامتحان يجاوب على كل الأسئلة، بس كل سؤال على نقطتين من أربعة، على نقطة من ثلاثة،
فلازم يجاوب الاربع نقط لان هم الاربع نقط اللي هيدوله رجال نهائيه. دي نصيحه بقى من الاستاذ محمد الجوهري يعني ومتابع جيد الموضوع وراجل يعني صحفي كبير واعلامي كبير يعني. نرجع لمريم. نفسك تطلعي يا مريم؟ وده السؤال بقى اللي هو ايه المعتاد يعني بجد. انت امنيتك تطلعي ايه؟ نفسي اطلع مهندسه عشان من زمان يعني نفسي في الموضوع ده، فبحاول اني يعني اجتهد شويه ان هي طبعا درجاتها عاليه وتحتاج مجهود كبير. مهندسة في أي تخصص؟ هندسة دي كتيرة جدا، هندسة بترول ولا هندسة ميكانيكا ولا كهرباء ولا مدني يعني؟ يعني هو شوية ديكور على مدني يعني. ديكور من الحاجات اللي هي فيها الفنيات دي جميلة جدا يعني. طيب يا مريم عايز أقول لك على حاجة، أنت شفت التقرير بقى مش أنا عايز أختبرك بقى في حاجة كده قدام المشاهدين. كنا إحنا من شوية عارضين تقرير وبنتكلم فيه عن التلوث والبيئة والحاجات دي. هل انتوا دلوقتي في مرحله الثانويه من المرحلات الاعداديه كنتوا بتلاقوا في المناهج موجود بعض الموضوعات اللي بتهتم بمكافحه التلوث والحد من التلوث والكلام ده؟ يعني بتهيألي في اللغه العربيه كان بيجيب موضوع عن التلوث، او مثلا ان احنا نكون بنكتب موضوع تعبير، فاحنا كنا بنطلع كل حاجه احنا نقدر ان احنا نعملها زي حلول واصلا ايه سبب المشكله، بس فكنا بنقدر ان احنا نكتب مواضيع عن التلوث وبنعرف حلولها ومشاكلها واسبابها فبنبحث بقى. أنا طبعاً يا مريم يعني، طيب كلمة أخيرة يا مريم تقوليها لكل الطلبة اللي يسمعوك دلوقتي وزمايلك، تنصحهم بإيه عشان هو يعني يزيدوا من التفوق والاجتهاد وكده، تنصحهم بإيه؟ يعني اعتمد على ربنا أول حاجة وبعديها تنظيم الوقت، بس هو ده تنظيم الوقت يعني. أنا شايف أعزائي المشاهدين تنظيم الوقت عليه عامل كبير جدا، ودي بشهادة الأستاذ محمد وبشهادة مريم معانا. أستاذ محمد كلمة أخيرة تقولها للأعزاء المشاهدين لأبنائنا بقى الطلبة والتلاميذ اللي موجودين في المدارس وكذا، تنصحهم بإيه؟ الاهتمام بالطالب أهم شيء في الموضوع. ما تعتمدش على إن ابنك في المدرسة أو بنتك في الحصة أو في الدرس. تمام. الدرس مش هو الأساسي، الدرس لا يعتمد عليه. المدرس بيشرح 50 طالب قدامه، فيهم بيجيب 50%، فيهم بيجيب 60، فيهم بيجيب 90، وفيهم بيجيب 100%. نعم. لكن اللي أساسي في الدرس إنه يرجع يذاكره. لما يرجع الطالب من الدرس يقعد يذاكر نفس الدرس ويحل كل ما يمكن ما يقدر عليه من المسائل، عشان هو ده اللي بيخليه متفوق. طبعا يا استاذ محمد يعني بصراحه بنبارك لمريم ومبارك لحضرتك تفوقها، وبنتمنى لها يا رب كده تفرح بيها وتشوفها في اعلى المراتب واعلى المناصب. وجودكم النهارده مشرف جدا، وبنناشد كل الساده المشاهدين ان احنا بنشد على ايد كل ابنائنا الطلبه والطالبات في كل مدارس وجامعات مصر. اي تفوق احنا بنشجعه، اي يعني وجود او تمثيل لاي طالب او اي شاب او اي موهبه احنا موجودين في عيون مصريه. بنشد على ايديكم وبنقول لكم برافو. بنشكر حضراتكم اعزائي الساده المشاهدين على هذه المتابعه الجيده من حضراتكم، ونتمنى ان نكون عند حسن ظنكم، والى اللقاء اذا كان في العمر بقاء، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.